واضح أخواني ماذا أقول؟ أقول الغياث السريع يوم القيامة غير الغياث الآن. الله الآن يغيثني بعلمه بالمصالح، لا أعلم، مجرب الآن أحدكم يطلب شيء من الله يلح في الطلب، الله يستجيب له، بعد فترة يعلم أن طلبه كان في ما به مصلحة، أو يعمل يوسط على قضية معينة، بعد فترة يتبين أنا مشترك. يوم القيامة لا يوجد عندنا جنة ونار. التأجيل يضرنا، تأجيل الغياث يوم القيامة. فإذا الإنسان التفت أخواني يعدد، يقول يوم القيامة جعل الله تعالى في الدنيا أشياء حتى نأتي يوم القيامة. ماذا جعل؟ جعل الحسنة بعشر، وجعل الأعمال أبوابها واسعة، وجعل الحسنات مكفرة للسيئات، وجعل الأمراض والهموم والغموم، مع ذلك ذهبنا إلى يوم القيامة وكانت النتيجة راسبي. ماذا نفعل؟ نقول لا زالت هناك فرصة، أن رحمة الله تعالى واسعة، النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم موجود، أمير المؤمنين الزهراء عليه السلام الأئمة، فلا بد أن هذه الجهات نتمسك بها ونتشبث بها مع خسراننا. إحنا فرضنا النتيجة الآن مسبقة، قلنا لا نريد العدل، العدل بيني وبين خصمي، أما مع الله تعالى لا يوجد عدل بيني وبين الله، لا أريد العدل لأني خاسر، أريد الرحمة، أريد سعة الرحمة، أريد الرأفة. فهل نعتقد الآن أن هذه الأشياء كلها الله تبارك جعلها، ولا تشمل العبد الذي يحسن الظن بالله تعالى؟ لا نعتقد ذلك. نعم، في حالة واحدة مرت علينا أيضا، إلا أن تحجبهم الأعمال دونك والعياذ بالله.